بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم عن واحد من الأمراض النفسية الهامة، وهو مرض اسمه الهلع. الهلع واحد من الأمراض النفسية الشهيرة، وهو مرض ينتمي لعائلة أمراض القلق. الهلع ساعات بنسميه بالإنجليزي بانيك. الهلع بيحدث في صورة نوبات. هذه النوبات الإنسان يجيله فيها قلق شديد جدا، توتر شديد جدا، ويحس إنه بيموت. كل فكره إنه هيموت دلوقتي، لدرجة إنه ممكن يتشاهد وممكن ينادي أهله وممكن يقول وصيته وممكن يخليهم يشيلوه يودوه على الطوارئ بتاعة المستشفيات. أثناء النوبة بتاعة الهلع المريض بيحس بضربات قلب سريعة، المريض بيحس برعشة موجودة في صوابعه، المريض بيحس بتنميل موجود في جسمه كله، المريض بيحس بقرشة نفس، بيحس انه مش قادر ياخد نفسه، المريض ممكن يحس انه في حاجة متصدرة في زوره ومش قادر يتنفس منها. المريض اثناء هذه النوبة ممكن يحس باي اعراض جسمانية اخرى. النوبة بتاعت البانيك او النوبة بتاعت الهلع بتيجي فجأة وبتقعد دقايق تشد عليه، ممكن تقعد في خلال 5 دقايق 6 دقايق 10 دقايق توصل للقمة بتاعتها، وبعد كده تبدأ تنزل بالتدريج لغاية لما تروح من عنده. نوبة الهلع ممكن تاخد 20 دقيقة، تاخد 15 دقيقة، تاخد 10 دقايق، مدتها بتبقى دقايق. بعد النوبة ما بتمشي من عند المريض كل شيء بيرجع للطبيعي، ولكن المريض بيبقى عنده خوف للنوبة تحصل مرة تانية. يبدأ بيفكر طول الوقت لو جاتني ايه اللي هيحصل، وبيبقى قلق من انها ترجع له مرة اخرى. لو النوبة بتاعت الهلع اتكررت على المريض 4 مرات احنا بنشخص المريض انه عنده هلع. طيب مريض الهلع لو وصل للمستشفى في التوقيت ده وعملنا له رسم قلب، هيطلع قلبه بيدق كم دقة في الدقيقة؟ هيطلع قلبه بيدق بسرعة، زي اللي طلع السلم وزي اللي عمل مجهود شوية قلبه بيدق بسرعة. يعني ممكن نلاقي قلبه بيدق على 100، بيدق على 120، ولكن هنلاقيه بيدق في نفس الرينج اللي يدق فيه قلب أي واحد فينا بيبذل مجهود، وبالتالي لا يوجد أي خطورة من ضربات القلب السريعة اللي بتحصل عند مريض الهلع. ضربات القلب السريعة اللي بتحصل عند مريض الهلع ملهاش علاقة خالص بأمراض القلب الشهيرة اللي هي بتلخبط ضربات القلب. أحيانا مرضى الهلع بيبقى عندهم حاجة اسمها انزلاق في الصمام المترالي. انزلاق الصمام المترالي ده حاجة موجودة طبيعية عند 10% من الناس، وأحيانا بتبقى موجودة عند مرضى الهلع، وهي شيء غير خطير وما بتحتاجش علاج على الإطلاق. طيب ايه السبب في مرض الهلع ده؟ هو مرض الهلع سببه خلل كيميائي موجود في المخ، وبالتالي هو مرض طبي بحت. طيب هل مرض الهلع له مؤديات خطيرة او له مضاعفات خطيرة على القلب او الصدر او اجهزة جسم الانسان؟ لا، ملوش اي مضاعفات جسمانية. ما هو الا هذه الحالة بتاعت الخوف والقلق والتوتر والاحساس بالموت، ملوش اي تطور اكتر من كده. هو مرض الهلع له علاقة بالاكتئاب. يعني ايه له علاقة بالاكتئاب؟ يعني احيانا مريض الاكتئاب ممكن يجيله نوبات هلع، واحيانا مريض الهلع ممكن انه يجيله اكتئاب. المرضين دول لهم علاقة ببعض، ونفس الخلل الكيميائي اللي موجود عند مريض الاكتئاب هو اللي موجود عند مريض الهلع. طيب مريض الهلع احيانا لما بتحصل له النوبة دي في مكان يبدأ يتعقد نفسيا من هذا المكان، ويبدأ ما يحبش انه يروح هذا المكان، وبالتالي احيانا مريض الهلع ممكن يتوجد معاه فوبيا او خوف من بعض الاماكن، وخاصة الاماكن المزدحمة، وخاصة الاماكن المقفولة. مترو الانفاق لما بتقفل الابواب بتاعته وبيمشي ممكن يخاف، لو ركب في ميكروباص من ورا ممكن يخاف، لو طلع على كباري عالية ممكن يخاف،
لو العربية ماشية بسرعة قوي على طريق صحراوي ممكن يخاف، لو موجود في مكان زحمة قوي ممكن يخاف. وبالتالي مريض الهلع أحيانا بيخاف من الأماكن اللي احنا قلنا عليها أو المواقف اللي احنا قلنا عليها دهية. أحيانا زي ما قلنا إنه مريض الهلع قد يحدث له اكتئاب. في الآخر الهلع مرض بسيط، حتى لو معاه اكتئاب فهو مرض بسيط، حتى لو معاه خوف من الأماكن المختلفة برضه هو مرض بسيط. مرض الهلع مرض شائع بيحصل عن نسبة كبيرة من الناس، على الأقل 1% من الناس عنده هلع على الأقل، بمعنى أن مصر فيها على الأقل 1,000,000 عنده هلع. ناخد بالنا أنه الهلع أحيانا يحصل نتيجة تعاطي مواد كيميائية من بره، على سبيل المثال الحشيش. الحشيش ممكن يجيب نوبة هلع للإيه؟ للإنسان. طيب كيف يمكن التعامل مع مريض الهلع؟ في خطوط علاجية كثيرة لمريض الهلع، ولكن الأول احنا بنتأكد انه المرض اللي عنده هو هلع ما هوش اي شيء اخر. طبعا عادة المريض اول ما بيحصل له النوبة دي بيعدي على دكاترة القلب او دكاترة الصدر او دكاترة البطنة او في الطوارئ بتاعة المستشفيات، وبيثبت انه ما عندوش مرض طبي. بعد ما بنطمن ان المريض ما عندوش مرض طبي بنبدأ خطوط العلاج النفسية. اول خط علاج نفسي هو العلاج من خلال الادوية. الادوية اللي بتستعمل هي مضادات الاكتئاب. زي ما بنقول الادوية دي امنة، ما بتعملش ادمان، بتاخد وقت عشان خاطر تجيب نتيجة. بتاخد وقت قد ايه؟ طبعا المريض بيبدأ يتحسن من اول اسبوع اسبوعين ماشي على العلاج، بيبدأ يبقى احسن، قلقه وتوتره بيبقى احسن، مزاجه بيبقى احسن. انما عشان نوبات الهلع تتوقف المريض بيحتاج انه يمشي على العلاج على الاقل 2-3 شهور عشان نوبات الهلع نفسها تتحسن. العلاج من خلال مضادات الاكتئاب عند مرضى الهلع عبارة عن كورس علاج. يعني ايه؟ يعني هو مش قرص ياخده عند اللزوم، ده كورس علاجي لازم يمشي عليه. الكورس العلاجي ده اقل مدة ليه 6 شهور، والمريض ما بيبطلش العلاج مرة واحدة، ده لازم بيبطل العلاج تحت اشراف الدكتور برضو، وبرضو بيبطل العلاج بالتدريج. في ادوية كثيرة بتستعمل، مش هنذكر اسماء ادوية، ولكن اللي احنا عايزين نقوله ان هذه ادوية امنة وما فيش منها مشاكل، امن من الاسبرين. الاسبرين ممكن يبقى ليه تأثير سيء على المعدة وعلى الكلى وعلى الكبد. ادوية الاكتئاب الى حد ما امنة. طيب غير الادوية النفسية مريض الهلع بيحتاج ايه تاني؟ بيحتاج علاج نفسي. ايه العلاج النفسي اللي بيحتاجه مريض الهلع؟ بيحتاج علاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي. ايه العلاج المعرفي السلوكي؟ مريض الهلع عنده طريقة معينة في التفكير، هو انه بيضخم درجة الخطر بشدة كثيرة وبيقلل من قدرته على التحمل. ده خلل في طريقته في التفكير، وبالتالي المريض محتاج انه يتعلم ازاي لما يجيله النوبة يتعامل مع الافكار السلبية اللي موجودة في دماغه، ان انا هموت دلوقتي، وانه هيحصل لي وهيحصل لي وهيحصل لي وهيحصل لي، وان انا مش هقدر ومش هقدر ومش هقدر. كل ده حديث سلبي بيحصل جوه دماغه لما بيجيله المرض. العلاج المعرفي بيساعده على انه ازاي يتخلص من هذه الافكار، ازاي يقول لنفسه النوبة دي هتعدي زي ما عدت اللي قبل منها، الدكاترة طمنوني ان انا ما عنديش حاجة، النوبة دي ملهاش اي علاقة بالقلب، النوبة دي نوبة هلع وهتمشي في خلال 10 دقائق او 15 دقيقة. مجرد ان احنا نعلمه ازاي يستبدل الافكار السلبية اللي تجيله بافكار ايجابية. العلاج السلوكي معناها انه نمنع المريض من انه يعمل السلوكيات الخاطئة اللي بيعملها لما بيجيله نوبة الهلع. ايه هي السلوكيات الخاطئة اللي هو بيعملها؟ انه يلم الناس عليه، انه يكتب وصيته، انه ينزل يروح للطوارئ بتاعة المستشفيات، انه يعمل تحاليل ملهاش لازمة، انه يعمل اشعاعات ملهاش لازمة، انه كل شوية والتانية ناطط جوه الطوارئ بتاعة المستشفيات، انه يمنع نفسه من انه يروح بعض الاماكن خوفا من انه يحصل له نوبة الهلع فيها. كل هذه السلوكيات لازم المريض يتوقف عنها. فده نوع من العلاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي.
ده بيتعمل ازاي؟ ده بيبقى في صورة جلسات. ممكن المريض بتاع الهلع يحتاج له 3-4 جلسات، بيعمل جلسة واحدة كل اسبوع. قيمة هذه الجلسات انه المريض ينفذ اللي بيتكلم فيه مع الدكتور اثناء الجلسة. بمعنى انه لو المريض قاعد يتكلم مع الدكتور في الجلسة وخرج من الجلسة ما عملش حاجة، ما فيش حاجة هتتغير وهيقعد زي ما هو. انما الصح انه اللي اتعلمه في الجلسة واللي اتفق عليه مع الدكتور يخرج يروح ينفذه. لو عمل كده المريض بيتحسن حالته حتى لو ما بياخدش ادوية. ومع ذلك احنا بنقول انه خط العلاج بالادوية ومعاه خط العلاج المعرفي السلوكي بيكملوا بعضهم. بل لما المريض يسيب الدواء بيبقى من الصعب انه ينتكس طالما انه خد علاج معرفي سلوكي وعرف ازاي يتعامل مع الافكار اللي بتحصل له ومع السلوكيات الخاطئه اللي موجوده عنده. في احيان نادره قد يحتاج مريض الهلع انه يدخل المستشفى. على سبيل المثال لو معاه اكتئاب ولو الاكتئاب ده هو شديد. مرض الهلع مرض بسيط ومرض بيشفى تماما ومفيش منه أي انزعاج ولا أي قلق ولا لي أي مضاعفات خطيرة، مع تمنياتي بالشفاء لكل المرضى اللي عندهم الهلع.